عدم الإحساس بالأمومة شيء صعب جدا. كل واحدة من السيدات المتزوجة نفسها تبقى أم. سيدات كتير عملت حقن مجهري كذا مرة وفشل. سيدات كتير حصل حمل ليها وحصل إجهاض متكرر مرة واثنين وثلاثة. ده التحدي الكبير اللي احنا بنواجهه مع حضراتكم. الدكتور تامر عبد الوهاب استشاري الحقن المجهري والإخصاب المساعد بيقدم لك الحلول الطبية اللي تناسبك، عشان احنا بنتبع الأساليب العلمية اللي بتزود فرص نجاح الحمل. بنساعدك على مواجهة الإجهاض المتكرر عن طريق الفحص الشامل واستكشاف أسبابه وعلاجه، وبنفضل معاكي عشان تستمتعي بولادتك. احنا هنبقى مسؤولين ان شاء الله على اي استفسارات بخصوص حملك وولادتك من اول دخول باب المستشفى لحد الخروج منها. كتير من السيدات الحمد لله نجحنا ان احنا نساعدها في الوصول لحلم الامومه. اعرف دكتور تامر من 6 سنين. انا اعرفه بقالي 7 سنين. شخصيه ودكتور ممتاز برشا. كان عندي مشاكل جامده جدا في الرحم، كان بيحصل اجهاض متكرر كتير يعني كده. عملت معاه عمليه وما حسيتش بتعب، ما حسيتش بالام. تالت يوم قعدت اتابع معاه قديش من زياره. صراحه الدكتور زوين، يتعامل مزيان، مستمع جيد قوي، بحب شغله، يشرح بالكده بالكده للمرضى بتوعه ايش عنده بالضبط، بيديك الامان اصلا في اول مقابله، يمشي معاك حبه حبه في العلاج، ماشي معايا بصراحه بطولة بال رهيبه. كل مره كنت نسولي على شي حاجه كي يجاوبني، مريح قوي، لو في اي مشكله بيرد. كجراح كمان شاطر جدا، جراح هايل، يعني انا اعتبرته جراح تجميل بصراحه. طبعا الفضل ليه ولربنا طبعا ان انا اجيب بنوتي الجميله دي. اول ما اتعاملت معاه ما حبيتش ان ابقى مع حد تاني. مجرد ما دخلت العيادة وقعدت اتكلمت معاه ارتحت نفسيا. ومتابعتي للحمل ما كانش بيسيبني خالص، يرد على المرضى بتوعه في أي وقت، فوق ما كان صوني عليه يجاوبني في التليفون حتى لو بالليل خالص. بصراحة فهمت منه حاجات كتير، لازم بيتابع كل حاجة بالتفصيل. يعني عملنا اختبار وطلعت حامل الحمد لله. هلا دلوقتي الحمد لله في الشهر السابع. الحمد لله بقى معايا كندا دلوقتي. اكثر طب اللي اتعاملت معاهم في مصر وكيتهم بالحق برينو شاطرين. دكتور تامر كلمه شاطر قليل عليه، يعني يعجبني بالذات بالذات التعامل معاه. دكتور صح، اخ بعيد عن اي حاجه، اللي هو في واحد خايف عليك فعلا، يحتضن المريض اللي قدامه. مش مجرد دكتور، هو صديق لحد النهارده. هو انسان قبل ما يكون دكتور. انصح اي حد عايز يولد سواء طبيعي او سيزيريان، دكتور تامر عبد الوهاب طبعا. شجع الناس تجي مع دكتور تامر، حتى عندي اصحابي في تونس قاعده نقول لهم على دكتور تامر. فورا يتصلوا بالدكتور تامر، يتواصلوا معاه، مش هيلاقوا احسن من دكتور تامر. يعني انا بشكره جدا على وقته وربنا يوفقه يا رب. مدى الحياه ان شاء الله باذن الله. هد برضه رساله امل لاي حد لسه ربنا ما رزقهوش. لينا الفخر ان احنا الدكتور بتاعنا تامر عبد الوهاب. انا بتجمعني بدكتور تامر عبد الوهاب بمعرفه قديمه جدا من حوالي 4 سنين، وبتمنى له يا رب دايما المزيد من النجاح والتالق. فهذا الدكتور تامر عبد الوهاب، احنا معاكي من اول يوم حملك لحد يوم ولادتك. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الارقام التاليه.